اللهم يسر. اليوم غنجيب لكم واحد السيد من الناس المزيانين. اول حاجه دعوه معاه الله يسخر ليه، الله يجيب ليه التيسير. مازال ما شتي والو، دخلوا الصفيحه ديالو وغتولعوا. اللهم يسر. معنا خونا زريقه معروف بسم محمد وباسيوني كانين. الله يحفظك. اش كتعني هاد باسيوني كانين؟ يعني الباسيوني مولوع. مولوع بالكاني هو الكلاب. الكلاب الكاني هما الكلاب. برافو عليك اخوان. غنخليو لكم النمره ديال هاد السيد، غادي نخلي لكم الصفيحه ديالو، راه غنطاقيوها لكم، غادي نخليه هو يقول لكم الدريساج والامراض وتواصلوا معاه والنميره. وكيف العاده نبداو بنميره ومرحبا بالجميع. السلام عليكم ومرحبا بالناس ديال الاخ ديالنا الله يجازيه بخير، راه عيط ليا وحنا لبينا ليه الطلب وحنا جينا عنده. المهم الاخوان اللي اخوان، راه النميره ديالي 06 دوبل 0 12 29 37. اللي بغى شي حاجه في الدريساج الاخوان راه مرحبا، واللي بغى في الامراض راه مرحبا. المهم اخوتي الدريساج راه تندير الدريساج كاركتر وتندير الدريساج ديال الكاشير والتنس. المهم اي حاجه بغيتي تدخلها للكليب ديالك راه مرحبا والف مرحبا، راه النميره كما خليتها لكم دابا. وبالنسبه للامراض اخوتي، راه المرض ديال البارفو راه عندي الدواء ديالو والتكلفه ديالو راه ما فايتش 70 درهم الاخوان. ما غنكذب عليك ما حتى شي حاجه، غتجي غنوريك الادويه غتمشي تاخذهم بوحدك من الفرماسيان، وغنعطيك الطريقه كيفاش غتعطي الادويه بالوقت ديالها، الصوبه شنو خصو يكون فيها ديالو، والماء كيفاش نتعاملوا به مع الكلاب. المهم الاخوان اللي احتاج شي حاجه، راه الاخ ديالنا الله يرحم ليه الوالد راه دوزنا ما عنده في لاباج ديالو، واللي بغى شي حاجه راه غيلقى النميره وغيلقى اللين ديال القناه عندنا في العنوان وفي الكومونتير. في العنوان وفي الكومونتير. اللي بغى شي حاجه راه ما عنديش غرام المشكله اخوتي، حنا راه ولاد الشعب وتنتعاملوا مع ولاد الشعب، واللي احتاج شي حاجه راه مرحبا والف مرحبا، لا في التطبيب ولا في الدريساج. يا اخويا المهم الاخوان اللي بغى اي حاجه في الدريساج، بغى عنده شي كلب بغى يدريسيه يتواصل مع الاخ زريقه. اللهم يستر. مرحبا السيد، راه قال لي انا هذه راه ولاعه ديالي اصلا قبل ما نكون انني نشد بها السون، يعني ملي كنقولوا نشد السون راه هي ولاعه، عز عليا واحد الحاجه. وكيف ما قال غير هي واحد النقطه، راه مازال عندنا واحد الفيديو مهم غيكون من وراء هذا واللي غادي تسمعوه لاول مره. اللهم يسر. غنذكروا بالنميره ديال خويا زريقه. اخوان قولوا لي زريقه، واخا هو سميتو محمد زريقه، شنو الابتسامه؟ اللهم يسر. النميره خويا النمره 06 دوبل 0 12 29 37. والاخوان غنوصيكم على واحد الحاجه، الله يرحم لكم الوالدين، منين تفوت 12 ديال الليل حتى واحد ما يعيط لي النهار كامل، راني تنجاوب اي واحد او وقت نعاس راه باين، راه حشومه باين، كنكونوا مع الوليدات تيبداو يصونيو كي لا صافي انا كنطفي التليفون كنطبح كلبي. مازال ملي انت عيطت لي شي واحد من ورا ال 12 وعنده مرض كلب ومريض، والله حتى نوقف معاه. كان شي حاجه ايرجون، شي حاجه ايرجون راه مرحبا، ولكن باش يبدا يقول لك راه باغي نعلم كلبي لاطاك مع الوحده ونص ديال الليل ولا لا لا حشومه ما جاتش. المهم الاخوان راه اطار المعقول، التعاون راه في اطار المعقول، ما تاديني من اديك. الله يرحم لك الوالد. اللهم يسر. وهذا الشيء اللي كاين اللهم